استاذ محمد احنا عندنا حمايه منتج 35 زمن محمد الشاعر السوداني بس ماكو فايده بي. يعني احنا منظفات، المنظفات هواي بيها اختصاصات، فتدخل مثل بضاعه من ايران تدخل من الاردن، شي يخلي الزاهي والقاصر جوه يخلي معطل الارضيات والعبايه فوق، تدخل بدون حمايه منتج ماكو فايده. شرفنا بلقاء وفد اتحاد الصناعات الأخ أستاذ علي صبير والأخوة الصناعيين من قطاع الصناعات الكيميائية والموظفات. إيدك. وبصراحة هذا الهم هو هم اقتصادي كبير، الآن عندهم مشاكل تتعلق بحماية المنتج والإجراءات التنفيذية في المنافذ الحدودية وأيضاً بين المركز والإقليم كردستان من البضاعة اللي تجي من الإقليم. لذلك يعني نتعاون ندعو الأخوة باتحاد الصناعات إلى شيئين، أولاً التفاهم مع اتحاد الصناعات بالإقليم والصناعيين بالإقليم أو توحيد الأسعار، وأيضاً توحيد المواصفة، واتفقنا إن شاء الله أن نشوف التقليص والسيطرة النوعية شنو دورها على منتج الإقليم. راح تكون لكم يعني جلسات مع جهات مسؤولة؟ أكيد نعم، نتابع هذا الموضوع لأنه مهم جدا يتعلق بالاقتصاد العراقي، مو فقط صناعة الموظفات وإنما كل الصناعات الأخرى هي الأساس في بناء الاقتصاد. نعم، شكرا جزيلا أستاذ علي. يعني الخطوة التالية يمكن على مهامكم الأولى تقع. حقيقة المشكور السيد النائب هو الأساس في الموضوع دور حماية الشعب، والسيد النائب مثل الأستاذ محمد وزير سابق وعنده معلومات كافية عن الصناعة، وأيضا رجل حريص على اقتصاد البلد مو مجاملة. لذلك مقترح السيد النائب أنه يكون راح يكون عنده لقاء مع السيد وزير التخطيط لأنه هو جهاز مركزي تابع له، نتناقش على هذه الأمور حتى نوحد المواصفة. وأيضا مقترح السيد النائب أنه راح يكون عندي لقاء مع مثل الاتحاد صناعات الضرب التجارية في الإقليم حتى ننسق ما بيناتنا بتوحيد المواصفة وبتوحيد الأسعار حتى يكون منتج وطني واحد. يعني بهذه الخطوات يكون السوق العراقي متوازن؟ أكيد إذا صار هناك تعاون وتفاهم لهذا الموضوع أكيد من مصلحة الطرفين يكون تفاهم، لأنه إحنا عندنا نفسه عندنا منافس قوي هو المستورد، وهذا المستورد ينافس المنتج في كردستان ومنتج في العراق باقي العراق. لذلك توحيدنا وتعاوننا بالطرفين راح يكون يقطع الدرب على المستورد الأجنبي، والنتيجة راح تكون الفائدة للإقليم والفائدة للعراق بشكل كامل.